السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم، لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والبركة. أيها الأحبة، لأن المال العراقي الناتج عن ريع النفط واقع تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد كشف تفاصيل سرقة القرن وما رافقها من سرقات أخرى، قامت وزارة الخزانة الأمريكية أقدمت على مجموعة من الإجراءات الصارمة فيما يتعلق بإخضاع أي تعامل عراقي نقدي لشروط وضوابط حقيقة الأمر قاسية. تلك الضوابط المتعلقة بتحويل عملة الدولار من البنك الفيدرالي المركزي الأمريكي إلى البنك أو مصرف الرافدين العراقي. طبعا هذه عملية جدا معقدة، إلى جانب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على 4 مصارف عراقية. طبعا هذا ساهم بصعوبة أو بتقنين تدفق الأموال العراقية بالعملة الأجنبية، وهذا انعكس بشكل مباشر على حركة الإعمار، حركة السوق بشكل عام، الحركة التجارية، وأيضا على الاستثمار في العراق. وأيضا انعكس على شحة في الكتلة النقدية التي تبيعها نافذة بيع العملة العراقية. أيها الأحبة، هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، والتي حملت عنوان سعر الدولار لعب أمريكي على المكشوف. تحياتي أنا على أفاضل في التقديم، ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما اعتدنا نقرأ سوية مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان الدولار يتخطى 175 للكاتب يوسف الراشد. تعالوا معي. الدولار يتخطى 157، الكاتب يوسف الراشد. ارتفاع سعر الدولار أربك الدولة، لأنه يقلل من القيمة الشرائية للدينار مقابل الدولار، كما سيصاحبه ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تمس حياة الناس، وسترتفع معه أسعار المواد الإنشائية والطبية والزراعية والصناعية وباقي المواد الأخرى، وسيجعل الدولة في حرج وإرباك. لا ننسى ما قامت به حكومة السوداني بملاحقة سراق صفقة القرن واسترجاع جزء من الأموال المسروقة وملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وزيارة بعض الدول للضغط على حكوماتها لاسترجاع الأموال المودعة في مصارفهم وحجزها، والمطالبة بتسليم السارقين للحكومة العراقية. أمام السوداني امتحان صعب، إما أن ينجح ويعيد الدولار إلى ما كان عليه قبل هذا الصعود، وإما لا سمح الله الفشل والخسارة والضياع ونقمة أبناء العراق الذين رأوا فيه بصيص أمل. مرحبا بكم مرة أخرى، وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد السعدي، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مؤيد العلي. مرحبا بكما ضيفين كريمين. أستاذ رشيد، أهلا وسهلا. مرحبا، أهلا بكم. يبقى المواطن العراقي بحيرة من التصريحات المتناقضة وأيضا القرارات غير المدروسة، السلوكيات المرتبكة. السؤال الجوهري هو سعر الدولار بيد من المستفيد، مع العلم أنه يعني لم يقع في نواتج هذا الإجراء، إجراء صعود الدولار، سعر الدولار في مقابل الدينار العراقي، غير المواطن العراقي. شكرا سعد على جنابك، وتحياتي للضيف الكريم. مرحبا سعد ميت، أهلا وسهلا. مرحبا، تحياتي للجمهور. تسعير الدولار هو حقيقة بيد البنك المركزي العراقي، مصدر بموجب قانوني تم تحديد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي. نعم، لكنه المتغيرات في أسعار البيع بعض الأحيان تخضع إلى العرض والطلب، والآن في الفترة الأخيرة خضعت إلى موضوع حاسم جدا، وهو البنك الفيدرالي الأمريكي اللي أصدر تعليماته الأخيرة بوجوب تقديم طلبات المصارف
التي تتعامل من خلال نافذة العملة عن طريق المنصة الإلكترونية اللي تم الاتفاق ما بين البنك المركزي العراقي وإحدى الشركات العالمية على تشكيل هذه المنصة الإلكترونية لكي يتم تقديم طلبات المصارف عبر هذه المنصة. هذه المنصة حقيقة يعني البوابة لما يجي مصرف ويريد يقدم من خلال هذه البوابة أكو جملة معددات معلومات يجب أن يمليها. من هو الزبون، مقدار المبلغ، من هو المستفيد الأخير، ما هي البضاعة وأوصافها وأمورها إلى آخره، عدد من المعلومات المهمة جدا. هذه حقيقة حديثة التعامل مع المصارف، عدد من المصارف ما استطاع أن يتعامل من خلال هذه المنصة لأن هنالك بعض الأخطاء وقد أعيدت طلباتهم لغرض الإملاء وإكمال هذه تأخذ لها أسبوع أسبوعين. هذا أثر على الطلب. سابقا كان حجم الطلب 200 210 وصل إلى 240 مليون دولار. الآن وصل إلى 85-90 مليون دولار منخفض نتيجة استبعاد عدد 4 بنوك مصارف أهلية معروفة ونتيجة تفعيل هذه المنصة. لماذا أبعدت هذه البنوك مع أنه الاتهام واضح عليها؟ بل أن خبراء اقتصاديين قالوا حتى لم تصل إلى منطقة الشك بهذه البنوك. التوجه في استخدام هذه المنصة في الظرف الحالي هو توجه سياسي أساس سياسي. الولايات المتحدة الأمريكية الآن لأنه هي فرض حصار على إيران، يعني الآن مثلا أصبحت واضحة يعني العيان، مو حديث يعني مثل ما نقول جديد يعني إذا نتحدث به ولا سرق. كلمة حق يراد بها باطل. كلمة حق احنا كمهنيين وكاقتصاديين كخبراء كنا نطالب سابقا بضرورة السيطرة على نافذة العملة. وصيحات توالت من جميع الخبراء وجميع الناس والعامة. الآن هذه الضوابط هي السيطرة على نافذة بيع العملة، لكنه هي هذه كلمة حق أريد بها باطل، أريد بها محاربة إيران. إيران الآن يعني تحت حصار أمريكي جائر. إيران محاصرة منذ قيام الثورة. يعني أنا وجهتنا لماذا يدخل العراق في هذا الجانب الصراع ما بين أمريكا وإيران؟ إحنا شعب محايد، لا نرتضي أن يعتدي أحد علينا ولا نعتدي على أحد ولا نقبل أن يمر الاعتداء من خلالنا إلى إيران أو إلى السعودية أو. وهذا ما نص عليه الدستور العراقي أيضا. أي دولة إحنا ما نقبل أن نكون وسط للاعتداء بأي شكل مدني عسكري سياسي إعلامي. إحنا بلد نريد نحافظ على استقرارنا. فهذا هو المراد ب يعني منع تدفق العملات إلى إيران. اللي صار بعد ما تمت هذه الضوابط والمحددات أكو مبالغ مطلوب بها العراق إلى إيران. فصار الاتفاق أن يتم تسديد هذه المبالغ بالعملة العراقية بالدينار. العملة العراقية هذه الآن تم شراء دولار بها. ولذلك تأثر السعر وصعد إلى 161. طبعا بس تصحيح التقرير لجنابكم. كان به هو مو 175 و 157 دولار. 157 155 صحيح هذا جان. فصعد إلى 160-161 لكن توقف وبدأ يتراجع. الآن الأرجحة بين 55-56-58 الأرجع في وقت حددت به الحكومة سعر صرف اللي هو 1446 هذا بس حددت يعني مجلس بعد إذنك لأنتقل للأستاذ مؤيد علي بس حتى أوضح لك حتى المعلومة تكون كاملة دقيقة. البنك المركزي أصدر تعليماته بالجلسة 192 مجلس إدارة البنك المركزي في 15-12-2022 حدد سعر بيع الدولار للمستفيد عن طريق التحويلات المستندية ب 1465 1465 المصرف يبيع إلى المصارف المستفيدة ب 1455 وهي تزود المستفيد الأخير عن طريق الاعتمادات المستندية ب 1465 بعد ما كان 1470 أقدم على خطوة جيدة بتخفيض لكنه للأسف النتائج لم تكن بالمستوى المطلوب. أستاذ مؤيد أكو قرارات أخرى إن شاء الله نطرق لها. أشار الأستاذ رشيد إلى قضية المحورة يعني دفع الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه أن يكون العراق جزء
من محور عدائي تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران؟ ما مصلحة العراق أولا في أن يكون جزءا من محور يعادي دولة شقيقة صديقة ما شئت سمي، ولنا معها ما يفوق على 1400 كيلو، يعني شو مصلحة العراق في أن يتبنى هدفا أمريكيا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ علاء ولا ضيف العزيز وإلى كادر مشاهدي قناة الأيام. بدءا، أمريكا منذ أن أسقطت النظام البعثي المجرم كانت لها أهداف استراتيجية يعني حقيقية في المنطقة، وهي تريد أن تتقرب من الدول التي تعادي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وتشكل خطرا على إسرائيل مدللة أمريكا. نعم. في منطقة غرب آسيا. نعم. لذلك هي احتلت العراق وتحاول بشكل أو آخر سيطرة هذه الدول في ضمنها الجمهورية الإسلامية أمام الرأي العام العراقي وغيره. أمريكا تريد هدف واضح جدا، أن تتخذ العراق أرضا واقتصادا وأمواله كلها يعني تستغلها لكي تعادي الدول الأخرى، وبالتالي تنطلق يعني حتى يعني تتخذ الأراضي العراقية منطلقة للاعتداء والتجسس على الجمهورية الإسلامية. هذا الأمر يعني بات واضحا جدا، ولكل منصف وكل متابع يشاهده بشكل واضح. العراق يعني من لكي يبحث عن مصلحته، ولا بد أن يبحث عن مصلحته وأن يعني يجد أي التحالفات وأي الدول التي تخدمه. اليوم الجمهورية الإسلامية هي سند استراتيجي للعراق، يعني هنا إضافة إلى العلاقات التاريخية والعقائدية والاجتماعية والثقافية المشتركة بين هذين البلدين، لكن الجمهورية الإسلامية كانت لها مواقف حقيقية جدا، خصوصا بعد عام 2003، بل حتى في الحصار الأمريكي الجائر على الشعب العراقي وليس على النظام البعثي. نعم. المجرم. نعم. إيران وقفت مع الشعب العراقي من خلال. نعم. تسهيلات مالية، تسهيلات يعني. نعم. دخول بضائع إيرانية، مواد غذائية وغيرها. اليوم إيران يعني عفوا الولايات المتحدة الأمريكية باتت تدرك تماما ان دول محور المقاومه حققت منجزا كبيرا جدا من خلال القضاء على عصابات القاعده وبعدها عصابات داعش، خصوصا في العراق وسوريا. لذلك عمليه لجأت الى السلاح الاقتصادي. اليوم يعني تفضل الضيف الكريم بنقطه مهمه جدا، ليس فقط الحصار الاقتصادي على ايران، اليوم يعني سوريا ولبنان ايضا تعاني من ارتفاع كبير جدا في سعر الدولار. قد تكون هناك خطوات ايجابيه اقوى من العراق اتخذتها محور المقاومه. يعني. نعم. فبالتالي هناك محاوله لتركيع دول محور المقاومة وتحجيمها وصولا إلى تحقيق أهداف سياسية. فبالتالي أنا لا أرى من الإنصاف أن نفصل بين السياسة والاقتصاد، اليوم يعني مرتبطتان بشكل كبير جدا. بل حتى الحروب القديمة، الحرب العالمية الأولى الثانية، الحرب الباردة، الحرب الناعمة، اليوم استخدام القوى الناعمة، هي تستخدم الاقتصاد لتحقيق مصالح سياسية، أو تستخدم يعني أمور سياسية تحقق مصالح اقتصادية للدول الاستعمارية والدول الغربية. فبالتالي العراق يجب أن يستغل هذه الفترة، فترة تراجع أمريكي وضعف بنسبة كبيرة جدا، بسبب أولا اليوم أمريكا هي مغرقة بالديون، وهذه أحد الأسباب التي دعت البنك الفيدرالي أن يعني يقلل حجم الأموال التي تدفع للعراق، لأن هناك تضخم واضح، أنفاق خصوصا في عام 2022 بلغ حجم الإنفاق كبير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أزمات داخلية وسبب يعني دعمها لملفات خارجية كملف روسيا وأوكرانيا. التراجع الأمريكي هو تراجع استراتيجي. اليوم من الناحية الاقتصادية الصين يعني تكاد تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي العراق يجب أن يبحث على مصلحة الشعب العراقي. دائما الشعوب تبحث مصلحتها، من هو الأقوى في هذا المجال، الحكومات تبحث عن مصالح شعوبها. نعم. فبالتالي. نعم. يعني عندما أقول الشعوب يعني نجب أن تكون. نعم. الحكومة مساندة بدعم شعبي. نعم. وجماهيري. نعم. ذاك اليوم ليس من العراق أن يذهب طويلا باتجاه التحالف او الرضوخ للاملاءات الامريكيه. امريكا يقينا لا تفكر بمصالح الشعب العراقي بالتأكيد. امريكا تفكر بمصالحها فقط. فبالتالي كي نبحث عن مصالحنا يجب ان نخرج من دائره التحكم الامريكي في القرار العراقي على كافه المستويات، الامنيه، السياسيه، الاقتصاديه. وخير دليل على ذلك انه التدخلات الامريكيه موجوده، انه السفيره الامريكيه قبيل تكليف محمد الشجاع السوداني كرئيس الوزراء وبعد تكليفه اكثر من 6000 زيارات للسيد محمد الشجاع السوداني، ناهيك عن الزيارات الى محافظ البنك المركزي. نعم. محافظين زار محافظ البنك المركزي السفيره الامريكيه ومساعد وزير الخزانه الامريكي. نعم. ايضا. نعم. هناك زيارات من قبل السفاره البريطانيه والفرنسيه الى محافظ البنك المركزي. فبالتالي كل هذه الامور تبين بشكل واضح ان هناك يعني ضغط اقتصادي لتحقيق مكاسب اقتصاد سياسيه. الاستاذ مؤيد العلي، الاستاذ رشيد السعدي، انتم ايضا ايها الاحبه تعالوا معي لنقرا مقطعا من مقال آخر حمل عنوان تراجع مستمر للدينار العراقي أمام الدولار، ما علاقة واشنطن؟ الكاتب ياسر الربيعي. تراجع مستمر للدينار العراقي أمام الدولار، ما علاقة واشنطن؟ الكاتب والإعلامي ياسر الربيعي.
التوترات السياسية والحرب على الفساد ومقاومته كعوامل غير منظورة كانت سبباً في تدهور الدينار العراقي، انخفاض كميات الدولار التي يبيعها البنك المركزي بشكل يومي عبر نافذة بيع العملة، ومن ثم انخفاض المباع من الدولار للتحويل الخارجي، الأمر الذي تسبب بطلب كبير لأغراض التحويل أدى إلى رفع سعر الدولار في السوق. كذلك معاقبة العديد من المصارف العراقية وحصر بيع الدولار عبر المنصة الجديدة، ضعف الاقتصاد والاعتماد على بيع النفط فقط أيضا من الأسباب التي أدت إلى تراجع سعر الدينار العراقي أمام الدولار. من الصعب على الحكومة معالجة تدهور الدينار العراقي طالما هناك تدهور في الاقتصاد وعدم وجود تنوع فيه، لذلك إذا جرى إقرار الموازنة وحركت بعض المشاريع سيحصل شيء من التحسن المؤقت البسيط. مرحبا بكم مرة أخرى، وأجدد ترحيبي أيضا بضيوف الأكارم الأستاذ رشيد السعدي. عدد من المختصين في موضوع الاقتصاد يقول أن سعر صرف الدولار سيبقى يرتفع حتى يصل إلى 165، في حين أن الموازنة العراقية بنيت على أساس سعر صرف 145. إيش راح تسوي الحكومة بهالحالة؟ راح تعيد مثلا الموازنة بناء على الصرف سعر الصرف الجديد؟ لو راح تبقي 145 للموازنة خاص بالموازنة وال 450 قصدك؟ 145 فهذا الرقم راح يبقى للموازنة، والرقم الثاني ربما تجعله للمضاربات في السوق. حقيقة مثل ما جاء في هذا التباين يعني أنا نعم. خل ارجع لك على التقرير مالكم اللي اجي انا تابع تقرير اللي جنابكم تقرروه يعني مثل ما تفضلت فيما لو صدقت، واحنا ندعو حقيقه بشكل صريح اخوتنا قادتنا ساستنا رؤساء الكتل السياسيه الى الاسراع باقرار الموازنه. الاسراع باقرار الموازنه يخفف الصدمه على الدينار العراقي، لانه احنا الان بدنا نعمل عفوا. هو انا سؤالي انه اكو رقمين. اي نعم نعم ما نجي الموازنه انبنت ب 145 نعم، في حين السعر الواقعي 165 نعم، يحتمل يوصل عندك حتى سعر النفط تغير. جيد، كان المفروض سعر النفط يعني بين 65 الى 75 والان شوي يخفض ايضا سعر النفط. نعم تقريبا ب 80 الى 90 دولار سعر النفط. لا هذا البورصه بس كموازنه يختلف. فلو تم يعني تصديق الموازنه لسنه 2023 بالتاكيد ستخفف هذه الصدمه. تخف. جيد. وبالتاكيد سيكون هنالك مساحه واسعه للتعامل ولعوده الدينار الى وضعه الطبيعي. سيما واكو قرارات اخرى ايضا اتخذها البنك المركزي. هذا جانب. الجانب الاخر ايضا البنوك والمصارف المستفيده من نافذه العمله ستعمل وفق المنصه الالكترونيه. نعم، ما ممكن بعد العمل بغير المنصة. ستضطر هذه البنوك إلى التعامل مع المحددات والضوابط التي وضعتها هذه المنصة. وبالتالي ستعود الأمور تدريجيا إلى ما كانت عليه، لأن الحاجة تبقى هي مش حيروح من عندنا، حيروح من عندنا مسائل التهريب. هنالك قول أنه التهريب يروح إلى كردستان، والتهريب يروح إلى إيران، والتهريب يروح إلى تركيا. هذه المنصة حتحدد من كميات المبالغ المهربة. زين؟ فيما يخص السعر المثبت في الموازنة والسعر العائم. بعض الأحيان إذا أكو هنالك عجز نتيجة هذه الأمور فيتم تغطيته من الموازنة من المبالغ اللي موجودة يعني. أكو عندنا مبالغ أيضاً متأتية، عندنا بحدود أكثر من 90 يعني بحدود 96 مليار دولار ملاء مالية البنك المركزي والحكومة العراقية موجودة هذه. بعض الأحيان وإحنا عندنا لا تنسى قانون الامن الطارئ ايضا لا زال عمل به. الامن الطارئ، الامن الغذائي. الامن الغذائي، الامن الطارئ، قانون دعم الامن الغذائي، الامن الطارئ لا زال عمل به. بس هذا راح في وقتها راح كله تجهيزات مكاتب يعني. مع الاسف يعني كان ان رايي بي وكثير من اخوتنا وزملائنا انه هذا باب من ابواب الفساد. احنا عندنا قانون رقم 13 لاداره الدوله يجب العمل به. اداره الدوله 1 على 12. شنو المبرر انت تجي تسوي هذا القانون؟ هذا القانون حقيقة كان بيهدر كبير جدا وفساد،
واخرها يعني والواضح للعيان هو 70 مليار دينار لتاثيث مكتب الكاظمي مثلا. واجا السيد رئيس الوزراء المحترم السيد السوداني والغى هذا وحول المبلغ الى وزاره الداخليه للاستفاده منه. نعم. وهكذا ابواب اخرى ايضا للفساد كثيره جدا. لما تجي على القانون احنا ناقشنا حقيقه وناقشنا حيثياته وساهمنا في مسودته المسوده اللي قدمت، اكو ابواب كثيره للفساد. لكنه ارادات الكتل السياسيه بعض الاحيان والتوافقات اللي تحصل ما بين الكتل الرافضه والكتل الموافقه للاسف هذه اضرار بالبلد. بالمباشر استاذ رشيد بالمباشر السعر 1450 نعم راح يقل للموازنه وذاكر راح يصير 165 هذا هذه مبالغ ترصد يعني 130 مليار لنفرض على نعم. اساس السعر 1450 نعم. ترصد للموازنه يتم نعم. العمل بها هذه نعم. زين فيما نعم. فيما اذا احتاجوا الى مبالغ اخرى تعزز مبالغ اخرى من غير الموازنه من تخصيصات نعم. استاذ مؤيد قوى الاطار يعني بالتاكيد تعرف يعني موقفها ازاء جماهيرها اللي دعمتها واللي وقفت الى جانبها زين ايش راح يكون موقفها يعني ايش راح تتخذ من اجراءات تقنع بيه جماهيرها ومؤيديها فيما يتعلق بالوعود التي وعدت وخاصه على لسان السيد محمد الشيعي السوداني قبل ان يكون رئيسا للوزراء بمقولته الشهيره ثوره الجيع قادمه فيما لو لم تعالج ازمه الدولار. شرح شلون الجواب حيرة يعني اليوم الإطار التنسيقي أمام مسؤولية كبيرة جدا يعني تكاد تكون مسؤولية شرعية وتاريخية أمام يعني جماهيرهم وعمقهم الاستراتيجي والجغرافي وأيضا أمام أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه باعتبارهم الكتلة الأكبر التي من رحمها خرجت رئاسة الوزراء. اليوم الجماهير واقعا في يعني حتى قبل هذه الأزمة كانت هناك فجوة كبيرة جدا بين الشعب العراقي وبين الطبقة السياسية. الأزمة السياسية الأخيرة يعني لولا لطف الله وبعض القرارات الحكيمة لبعض يعني الشخصيات المهمة في البلد كان العراق يذهب باتجاه فوضى باتجاه اقتتال داخلي. بعد هذه الامور يجب ان تعمل الكتل السياسيه خصوصا الاطار التنسيقي على تقليل الفجوه بين الجماهير وبينها، لان اي عمليه سياسيه لا تستطيع ان تستوعب جماهيرها ولا يكون لها يعني سند شعبي وجماهيري امام اي تحدي وابسط تحدي تكون هذه الحكومه وهذه العمليه السياسيه معرضه للمخاطر. واليوم يعني من ضمن اسباب هذه الازمه اضافه الى الاسباب الداخليه والخارجيه هي محاوله احراج حكومه الاطار، لا نقول حكومه السوداني، امريكا والاعداء في الداخل والخارج ينظر ان هذه الحكومه هي حكومه الاطار. بالتالي محاوله احراجهم امام شعبهم وامام جماهيرهم خصوصا بعد الازمه السياسيه الاخيره، وبالتالي زياده حجم هذه الفجوه، وبالتالي قد ننطلق يعني قد تكون هناك سيناريو جديد للتظاهرات والاحتجاجات الذي دائما تبشر به في الفتره الاخيره سفيره الاحتلال الامريكي في بغداد. هم حاولوا في الواقع استاذ مؤيد حاولوا اثاره الشارع وفشلوا في ذلك، لذلك يقال انها يعني قضية الحصار الاقتصادي أو التلاعب بالدولار وبالوضع الاقتصادي هو كان نتيجة فشلهم في استثارة الشارع فذهبوا باتجاه سيناريو بديل اللي هو ضغط الاقتصاد. لكن يبقى يعني ورقة الشارع وورقة الضغط التي نجحت في إزاحة حكومة عادل عبد المهدي التي نوعا ما عارضت التوجه الامريكي وذهبت باتجاه من التاريخ بعد ما كان في قدره عند الامريكان يعني ذهبت باتجاه ان يكون هناك تعاونات مع الصين وافت ان التعاونات مع الجانب الامريكي لكن امريكا لكي تحتكر العراق ويكون العراق حكرا لها لا تريد ان يذهب ان تكون هناك دوله شريكه ان تستثمر معها. فبالتالي اليوم حكومه الاطار وحكومه محمد الشيعي السوداني التي هي منطلق واحد يجب عليها ان تعيد الثقه بجماهيرها، فبالتالي تحتاج اولا كما قلنا في بدايه الحديث ان تتخذ اجراءات حقيقيه خصوصا في بما يتعلق بالملف الاقتصادي، ان توجد اليات مغايره لما كانت متبعه في النظام يعني في الحكومات السابقه، الهويه الاقتصاديه للبلد مجهوله غير معروفه، السياسه الماليه يعني غير مسيطر عليها من قبل العراقيين، والدليل وجود اكثر من 100 مليار في البنك الفدرالي الامريكي. أموال الشعب العراقي وليست الطبقة السياسية هي هذه الأموال من حقها، هي أموال الشعب العراقي بالتأكيد. تذهب بيع النفط يذهب إلى أمريكا وتستخدمهم في لحل مشاكلها النقدية. نعم. فبالتالي الآليات الجديدة تحتاج إلى أدوات، على هذه الحكومة أن تفكر بأدوات سياسية وأمنية واجتماعية وثقافية في المنافسة بالتنفيذية غير الأدوات البائسة والمستهلكة التي كانت تستخدم في الحكومات السابقة. والنقطة المهمة ضرورة الخروج من الإطار أو الدائرة الأمريكية التي تتحكم. هذا دعني أتوجه به لسؤال الخبير الاقتصادي الأستاذ
رشيد السعدي، شلون نطلع من يعني ربقة التحكم الأمريكي أو تحكم الدولار؟ يعني بمعنى آخر شلون نقدر نكسر قيد الدولار الذي أدمى المعصم العراقي؟ حقيقة هذا في السؤال جدا مهم، والإجابة عليه مهم وكبير. نعم المسؤولين كرام. بالمختصر تعدد الموارد، احنا اقتصادنا ريعي اعتمادنا على النفط والدولار اللي يجينا من النفط يطلع قبل الا البنك الفيدرالي مسيطر عليه بموجب اتفاقات دولية، هذا طبعا حقيقة لانه الدولار الامريكي يعود الى امريكا، فامريكا هي صاحبة حق التحكم بالدولار مثل ما اليابان صاحبة الهند والصين كذلك وبقية الدول يعني لها القدرة على التحكم بالدولار الناتج عن بضائع عراقية تصدر. هنا حنختلف لما يكون عندنا تعدد الموارد في الزراعة وفي الصناعة وفي السياحة والصحة والخدمات، الموارد هذه حتجينا رأسا. احنا حنصدر لنفرض الى الامارات تمر. تقصد انت فقط ايرادات النفط تذهب الى الخزانة الامريكية؟ لا لا وفعلا ايرادات النفط كلها تروح لغادي كلها تروح البنك الفيدرالي، لكنه تبقى الاعتمادات المستنده الاخرى ايضا تمر عبر البنك. البنك المصرف البنك المركزي العراقي خول المصارف الاهليه والحكوميه بالتعامل مع بقيه سله العملات العالميه باليوان والين والدينار والدرهم الاماراتي كلها بامكانك ان تتعامل بها. هذا ما يقلل هذا قرار البنك المركزي، هذا ما يقلل الاعتماد على الدولار وبالتالي الاعتماد على الدولار إيه؟ هذا واحد، وبما يمكن الاقتصاد من فسحه اكبر بالتعامل. من احنا عندنا اعتماد في حدود 96% على النفط ايراد ريعي. نعم صحيح. لما نوسع مواردنا من غير النفط انذاك سنسيطر ونقلل من تأثير الدولار. إيرادات متنوعة عندنا، مقايضة عندنا. البنوك بإمكانها الآن أن تشتري أي عملة وأن تودعها لدى البنك المركزي العراقي وتأخذ عليه فوائد. نعم. المستفيدين أيضا، المواطنين الآن أيضا. البنك أيضا يعني حتى يقلل من تأثير الدولار وارتفاع سعره أيضا سمح للمواطنين باقتناء الدينار العراقي من خلال هيئة الحج. اللي يروح إلى الحج والعمرة بإمكانه أن يزود بالدولار من المصارف الرافدين والرشيد فتح ومنافع. سفرات العلاج أيضا. سفرات العلاج الطلاب الإفادات المسافرين يعني موظف يروح إفاد أو مواطن يروح. وهذه كلها موارد وتصل إلى مستويات عالية بس جدا. بس هنا أكو نقطة أستاذ علاء. هو الزخم الحاصل على هذه المنافذ لبيع الدولار يجب على البنك المركزي وعلى المصارف الأخرى أن تلاحظ هذه النقطة، أن تفتح منافذ أكثر لأنه زخم كبير جدا للمراجعين على هذه قسم، يعني حتى يترك العملية يكون زحام كلش زخم كلش كبير، فعليهم أن يفتحون منافذ أكثر تسهيل حصول المواطن على الدولار. الأستاذ رشيد السعدي، الأستاذ مؤيد العلي، أنتم أيضا إذا حبيت تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان الدينار العراقي ينهار، الكاتب عباس زينل. الدينار العراقي ينهار، الكاتب عباس زينل. كثير من الناس يعتقدون بأن إرجاع سعر الصرف الحالي لسابقه مجرد ضغطة زر من قبل الحكومة وترجع الأمور طبيعية. القضية معقدة جدا ومخطط لها مسبقا، لكن الحل واضح وبسيط. إما أن يقبل العراق بما تريده وتطلبه أمريكا وتنتهي العقوبة البطيئة والتي من الممكن تصل إلى سعر صرف ب200,000 مقابل الدولار، أو يرفض الابتزاز ويقبل بمصير تركيا ولبنان ومصير الدينار نحو الانهيار. وهناك حل آخر على المدى البعيد، وهو الخروج من السيطرة والسطوة الأمريكية ورفض هيمنة الدولار على الأسواق والانفتاح نحو دول الاقتصاد الآسيوي كالصين، والذي يعد حلاً مستحيلاً وذلك بسبب قوة وتوغل الأجندات الخارجية. وأما الذي سوف يحصل بعيداً عن هذا الكلام فهو خنوع العراق وخضوعه لمتطلبات أمريكا خوفاً من سقوط يشبه سقوط رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي. مرحبا بكم مرة أخرى، كما أجدد الترحيب بضيوف الأكارم الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد السعدي، مرحبا بك، مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مؤيد العلي. أستاذ مؤيد، سؤال سياسي محض
وان كان فيه جنبة اقتصادية. الحكومة تقدر تقود ثورة على الامريكان، خصوصا ان العالم كله تقريبا متوجه نحو الصين. السيد الكريم، الفرصة مآتية، هذا الامر يحتاج الى ارادة سياسية قوية والى قرار شجاع، وحكومة تفكر يعني من ضمن اقصى اولوياتها ان تفكر بمصلحة الشعب العراقي. اليوم امريكا بشكل واضح اعلنت الحرب الاقتصادية على العراق، حرب التجويع، حرب التذليل، حرب التركيع. هذا المشروع بدأ منذ زمن حكومة السيد الكاظمي سيئة الصيت من خلال الوضوح لكافة القرارات والإملاءات الأمريكية. هذه الحكومة يعني متطل يعني من المفروض أن تقوم بإجراءات حقيقية ومغايرة، أن تستند إلى العمق الشعبي والجماهيري، ومعها أيضا جهات مقاومة تناهض الوجود الأمريكي. اليوم المشكلة هي ليست فقط مشكلة حكومة، وليست فقط هي مشكلة شعب وجماهير، مشكلة الجميع. اليوم حتى من يفكر في العملية السياسية وفي مستقبله السياسي يعني يجب أن يفكر أن هناك انتخابات مقبلة هسه بعد سنتين، بعد ثلاثة، بعد أربعة، مبكرة غير مبكرة. هذه الجماهير من تنتخب؟ الحكومة التي تقف عاجزة وضعيفة أمام الإملاءات الأمريكية، أم الحكومة التي تتخذ مواقف شجاعة بوجه الجانب الأمريكي؟ أنا أعتقد أنه الفرصة أيضا مؤاتية لو نظرنا إلى ما يحدث واقعيا الأمريكي. وعمليا هل بإمكان الحكومة أن تدير مثل هكذا جهد؟ ممكن أن تدير إن كان هناك ضغطا شعبيا وسياسيا. اليوم يعني مثلا من يمارسه؟ أولا تمارسه الشعب والجماهير، تمارسه القوى السياسية، المنصات الإعلامية وكل النخب، لأنه اليوم أمريكا تريد أن تتخذ منحا خطيرا في العراق، تسيطر على أموال العراق بشكل علني، عملية تجويع العراق بشكل واضح وصريح. يعني قد لا نتلمس هذه عملية صعود الدولار التدريجي بهذه الفترة، لكن في المستقبل المتوسط وليس البعيد قد تكون له نتائج كارثية، قد يعاد سيناريو التسعينات. فبالتالي هذه الحكومة مطالبة بإجراءات حقيقية، الوقوف في وجه الأمريكي هو ليس مستحيلا، قد يكون فيه نوعا ما صعوبة، لكن أقول هذه الصعوبة تحتاج إلى قرار سياسي، وأن تحتاج إلى حكمة. السياسي الذي يتصدى لإدارة الملفات الحكومية يجب أن يفكر بالمصلحة الشعب، ومصلحة الشعب عندما تريد دولة أن تعارضها سواء كانت دولة صغيرة أو دولة كبيرة من دول الاستكبار يجب أن تتعامل معها بنفس الأسلوب. اليوم أمريكا واقعا هي قبضتها في منطقة آسيا تراجعت بشكل كبير جدا، قلنا الظروف الداخلية، الحرب الروسية الأوكرانية، مشكلة الطاقة في الدول الأوروبية. العراق رقم مهم جدا في المنطقة من ناحية جغرافية ومن طبيعة الثروات المتواجدة فيها على مستوى النفط والغاز الطبيعي. فبالتالي هذه كلها نقاط قوة. يعني أنا أستغرب بصراحة أن يكون هناك رضوخ يعني رضوخ للقرارات الأمريكية في حين أن أمريكا اليوم تتراجع. في عز قوة أمريكا عندما احتلت العراق من عام 2003 إلى عام 2003 كيف خرجت ذليلة من العراق تحت ضربات فصائل المقاومة العراقية التي توسل الجانب الأمريكي ببعض الكتل السياسية. مجرد أن توقف هذه فصائل المقاومة ضرباتها وتنسحب سالمة من الأراضي العراقية إلى الكويت وبعض الدول المجاورة. فبالتالي هذه أيضا نقاط قوة ومعايير يمكن أن تستخدمها هذه الحكومة في الضغط على الجانب الأمريكي. يعني نقولها بصراحة، قد تكون هناك جهات مناهضة للتوجه الأمريكي طالبت بهذه الفترة في ذكرى استشهاد الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر أن يكون هناك وضع حل نهائي للتواجد الأمريكي والقوات الأجنبية في العراق. فأمريكا يعني تحاول أن تستنفر بعد قضايا داعش، تقوم بعمليات أمنية في ديالة، في الخارص، في كركوك، حزام بغداد، وأيضا تستخدم الملف الاقتصادي لكي توهم أنه الرأي العام الداخلي والخارجي أن الأمن غير مستقر والوضع العراقي غير جيد. فبالتالي أنا أعتقد أنه اليوم يجب استخدام كل الأدوات وكل يعني الجهات التي ممكن أن تضغط على الجانب الأمريكي، سواء كان فصائل المقاومة، الجهد الإعلامي، الجهد الشعبي والجماهيري، يساند الجهد الحكومي كما ساندت الجماهير. على ما يبدو أن هناك إمكانية لإدارة مثل هكذا الثورة، خصوصا أننا كلنا نعلم يعني مقدار اندفاع المملكة العربية السعودية باتجاه تبعيتها أو تكريس تبعيتها للولايات المتحدة، إلا أنها استطاعت أن تتخلص من بعض القيود في الآونة. نعم، عندما رأت أن أمريكا سحبت دعمها خصوصا في فترة جو بايدن عن ترامب. نعم، أستاذ سعدي، أستاذ رشيد السعدي، أكو مقترح، طبعا هذا تسوقا مع ما ذكرت حضرتك قبل قليل، مقترح يقترحه بعض الاقتصاديين أن يذهب العراق للتعامل مع عدد من البلدان التي تقبل أن تتعامل بالعملة الوطنية مثل إيران، تركيا، سوريا، لبنان وغيرها. ليش ما يروح العراق كحل من هذه الحلول ولو
بنسبه من النسب. هسه اذا مو بالجمله يعني هو مقترح ممتاز جدا، والبنك المركزي حقيقه ماشى مع هذا المقترح واصدر قراره بسله العملات، وبامكان يعني المستفيدين والمصارف التعامل مع سله العملات العربيه والاجنبيه. روح تعامل بالليره التركيه، تعامل بالتومان الايراني، ماكو مشكله. الان المصارف بل مشكلة ربما يمثل حل، يمثل بمقدار حل من المقادير، يعني يمثل حل كلش كبير، يعني يمثل حل. لكنه تعرف احنا الان يعني في وضع يحتاج الى وقت للتعامل بهذه السلات عن طريق اجراء العمليات التجاريه ما بين البلدان هذه، يحتاج الى وقت. لكنه الان هذا الحل متاح، وهو اكو مجموعه حلول اخرى ايضا يعني بالنسبه للبنك المركزي يعني سواها في سبيل تخفيض سعر دولار في السوق الموازي، لكنه مثل ما نقول المحددات كبيرة جدا، والمبالغ اللي يحتاجها العراق كبيرة جدا، المبالغ اللي مطلوب من العراق أن يؤديها إلى جمهورية إيران الإسلامية أيضا مبالغ ضخمة نتيجة الغاز اللي ديجي الطاقة. وكلتنا يعرف أنه أمريكا لمرة واحدة سمحت للعراق في حدود 120 يوم انطلت موافقة أن يستورد الغاز الإيراني لأنه مضطرين، ما عندنا بدال إحنا. أنا اللي أقوله شنو اقتصادي يعني ما لي علاقة بالجوانب السياسية، على الحكومة، وأيضا سيكون بجواب على زميل الأستاذ علاء يعني فيما تفضل به أستاذ مؤيد، أستاذ مؤيد نعم مؤيد العلي، لأنه لا يمكن بعض الأحيان نفصل الاقتصاد عن السياسة. على العراق أن يوحد جهوده بين الاقتصاد والسياسة، نعم يوحد جهوده في سبيل مصلحة العراق. عندنا أبنائنا اليوم، أنا دولة أب، عندي أبناء شريط الحدود السعودية، نعم مصالحهم تقتضي ان يتعاملوا مع السعوديه، نعم اذا اقدم لهم الخدمات واتعامل مع السعوديه بما يخدم ابنائي. عندي ابناء على الكويت، على الاردن، عندي ابناء على ايران، عندي ابناء على سوريا يتعاملون تجار، واكو مناطق محادده الى هذه الدول. فعلي ان افسح المجال وان اتعامل مع كل هذه الدول. انا مو بس اتعامل مع ايران على حساب السعوديه، ولا اتعامل مع الاردن على حساب ايران، أنا قبل الشعب كله، نعم الشعب مصالحه، نعم من خلال هذه الدول والابتعاد عن المحاور، خصوصا المحاور التي ترسمها الولايات المتحدة. إيش وقت ما الدولة راعت كل مواطن في مصالحه بما يحادده من حدود ونجحت وقدمت له التسهيلات، ذاك الوقت سيكون للدولة أثر أكبر في إصدار أي قرار، وأي قرار سينفذ. إحنا الآن للأسف مركزية قوية ما عندنا، وحدة صف حتى مثل ما تفضل مش نظف القرار السياسي، نعم ووحدة صف أستاذنا، وحدة صف الكتل السياسية ما عندنا، لأنه الآن يعني أمامنا تجارب وشعوب. هذه فيتنام قاومت أمريكا إلى قدمت نموذج تاريخي يعني، نعم نعم الدول الأخرى، وأكو قصص كبيرة وحقيقة بالتأكيد يعني يفتخر بها من المقاومة في فيتنام للوجود الأمريكي. زين إحنا تعال يا أمريكا ليش مصالح ويانا، قد تكون مصالح مشتركة. نعم احنا لا يمكن ان نتعامل بمعزل عن العالم، يجب ان نتعامل مع دول الجوار، المحيط، الاقليم، ثم دول العالم كلها. انا عندي مصالح في امريكا بالتاكيد، عندي مصالح في بريطانيا، عندي مصالح بنيوزيلندا، عندي مصالح بالهند، باكستان، ويا كل الدول اتعامل على حد سواء، بس لا اسمح لفرض الايرادات من امريكا وغير امريكا. مثل ما تفضل يعني السفيره الامريكيه خلال اسبوع 4 مرات رايحه الى السيد رئيس الوزراء، هذه شنو؟ هذه املاءات. أني أرفضها والشارع يرفضها، وهي نتائجها عليها. وأعيد بعد إذنك يعني السفيرة الأمريكية حقيقة يعني كان لها تجربة وجود بالكويت وصح، أعيد لقائها لقاء السفيرة الأمريكية مع محافظ البنك المركزي، وبعد فترة من لقائها جاء مساعد وزير الخزانة الأمريكي، الرئيس الفرنسي يجي ويعقد قمة بغداد في عمان، الرئيس نعم الفرنسي يجي ويعقد قمة بغداد في عمان، قمة بغداد في عمان، في عمان مفارقة يعني أني الأول والثاني. ها لو دي ينشأ خط انبوب نفط من البصره الى عمان بقيمه 28 مليار، ووزير النفط انا ذاك السابق صرح يقول هذا كله في 7 مليارات، وما هي الجدوى من انشائه؟ اني انطي نفط بسعر مخفض وانشي انبوب على حساب يعني خلي يسمعون اخواني الاقتصاديين والناس المهتمين المسؤولين، اني انشي انبوب نفط من البصره واخذ نفط البصره الوسط والجنوب، هذول اللي الان يعانون ما يعانون الامرين، نعم بخيرهم ما خيروني وشرهم عما وعليه الحفاة الذين ما شافوا الخير، وانطي نفط البصره يروح الى العقبه الى اسرائيل وانشئ هناك مصفى
وانطي بسعر مخفض وادفع فلوس التصفيه وفلوس الترانزيت وال ابني مصفى والمصفى يتملك الاردن ويجيني اشتري مشتقات. نعم. لو اروح انشي هناك ويجيني 150 ميجا وات كيلو وات 150 ميجا وات يجيني شو اسوي الان؟ ليش ما انشي عندي محطات؟ ما انشي محطات كهرباء عندي بالعراق، والعراق زاخر بالكفاءات يا اخي. اكو امور معينه حق النظام الجنة الاقتصادية يعني مؤلمه. نعم. انا نعم. اتمنى واكثر من مره يعني دعيت اخواني اعضاء مجلس النواب في هذه المحافظات الا الوقوف بقوه وصد امام هذا الانبوب وعدم السماح له. نفطي عندي وانا اصفيه وانشئ مصافي. شوف عندنا هذا المصفي اللي سوته كوريا في كربلاء 60% من احتياج العراق يغطي، عشرات الالاف من العمال يعني يشغل. اذا ننشئ اثنين مصافي اخرى يصبح العراق مصدر. مصفى بيجي اعيده ومصفى البصره ومصفى هذا شعبه والدور اطور وكل محافظه اسوي لها مصفى ما تحتاجه واشغل ايدي العامله. انا ليش شركات النفط كل عماله اجنبيه تجيب؟ المشكله مع انه النصوص موجوده على ان لا يقل عن 80% من العاملين، والعامل الاجنبي مرفه اضافات يروح للكويت ينام في الفندق وموظف العراقي مرتباته اضعاف مضاعفه لما يتقاضاه العامل. نقطه يعني في الوقت حقيقه يعني بعجاله يعني الحكومه دائما تلجا الى التعيينات والى تثبيت. اخي انشئ مشاريع انتاجيه واشغل هاي التعيينات. انت تاخذ التعيينات وتعين وتزجهم بالدوائر والدوائر بها فائض، وين تخلي؟ فانشئ لهم مشاريع انتاجيه اخي. مشاريع النفط، الهاتف الارضي اعيده، شركه هاتف نفط، معامل وزاره الصناعه اعيدها، معامل الانتاجيه وزاره المشاريع الانتاجيه في وزاره الزراعه واعيد القانون 13 الغي مال وزاره الزراعه واسوي وزاره انتاجيه بدل ما وزاره بحثيه، وهكذا بقيت. مع الاسف كان بودي ان اخذ تصريح اخر من الاستاذ مؤيد العلي لكن معذره يعني استاذ مؤيد زاحمنا. ايوه يعني حقيقه انا متالم من هذا الجانب يعني هذول ابنائنا بطاله وخريجين. نعم. سنه على سنه احنا يعني نقطه مهمه يعني توضحنا انه السفيره الامريكيه الحاليه هي بت سي اي اي بت جهاز المخابرات الامريكي وهي خبيره في شؤون الارهاب من جهه ومنظمات المجتمع المدني بجهه، فبالتالي المشروع الامريكي الفوضى في المستقبل القريب في العراق يعتمد على منظمات المجتمع المدني التي تديرها السفيره الامريكيه. نعم، اللي هي زعيمه ايلب كما يقال. ايها الاحبه، كتب معد البرنامج السيد قاسم العجري الخاتمه التاليه: الرد العملي لما تفعله الولايات المتحده الامريكيه في العراق من رفع سعر الدولار بيع نفط الجنوب لدول شرق اسيا بالدينار العراقي او بعملة البلد المستورد، وتفعيل مذكرات التفاهم مع الصين للحزام وطريق الحرير وميناء الفاو الكبير، فاللعب أصبح على المكشوف وأصبح الضرب تحت الحزام، مثلما أسقطوا حكومة عبد المهدي ها هم يعيدون الكرة مرة أخرى من خلال رفع سعر الدولار. لذا نحتاج قرار حكومي شجاع من أجل إنهاء الهيمنة الأمريكية على العراق، وسيكون الشعب العراقي كله مساند للحكومة ونسقط كل المؤامرات. شكرا، إلى لقاء قادم.